السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فهمنا ده بيه الكلام الصلاة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. جمعة مباركة علينا وعليكم جميعا. النهاردة هنشرح لكم فيديو جديد للمبتدئين. مش بس كده، الفيديو دوت فيه اثبات سحب شخصي بينا عن طريق ان احنا اشتغلنا على الموقع ربع ساعة وعملنا لكم اثبات السحب اثناء الفيديو. هنعرفك كل الطرق الربح بتاعت الموقع، لان فيه طرق متعددة للربح في الموقع دوت، خصوصا ان الحد الادنى للسحب اصلا فيه قليل جدا يا شباب، وهتشوف معايا في الفيديو. عشان قبل ما اي حد ينتقد الموقع دوت للمبتدئين يا شباب، يعني على قد شغلك ما بتشتغل على قد ما هتاخد، على قد المجهود اللي بتبذله وسرعه فهمك للمهام هتاخد فلوس. الموقع لو ما عجبكش خش عندنا وشوف الموقع اللي يعجبك واشتغل عليه. احنا الحمد لله عندنا شروحات معظم المواقع بالتركات بتاعتها اللي محدش في اليوتيوب قايلها لك، بل بالعكس احنا كمان قايلين لك الصادق منها والنصاب. فالحمد لله وبفضل الله هتقدر عندنا ان انت تحقق فلوس فعلا من انترنت سواء مبتدئ او محترف. فبالمختصر المفيد، انت بتشوف اللي يناسبك وتشتغله. انت شايف الموقع اللي انا بشرحه دلوقتي او بشرحه في فيديو تاني مش مناسبك، شوف غيره. مش محتاجه حاجه يعني. لكن اهم حاجه تشوف حاجه وتبدا فيها بجد، لان انت لو تدور كده وخلاص عمرك ما هتبدا في اي حاجه. على كل حال عشان ما اطولش عليك، اتمنى الفيديو يعجبك، ما تنساش اللايك المتين بتاعك والسبسكرايب، ويلا بينا نخش الفيديو على طول. الموقع اللي هنكلمكم عنه النهارده اسمه سيرف كليك يا جماعه، بس ده موقع تاني ملوش علاقه خالص بسيرف كليك اللي هو زي نيكس فوست يا جماعه، اللي هو الربح من نقر على الاعلانات ويضطر ان انت تعمل ايداع. والليله الجميله ديت للناس اللي ما شافتش شرح الفيديو دوت بتاع الموقع المشابه لنيكس فوست يا جماعه، تقدر ان انت تخش القناه وتتفرج على الفيديو، هسيبه لك في الديسكربشن. ولكن النهارده احنا جايين نتكلم عن سيرف كليك يا جماعه، اللي من غير ايداعات ومن غير اي نصب ومن غير اي حاجه، بالاضافه ان انا باذن الله عامل لكم اثبات سحب شخصي اثناء الفيديو. يعني اشتغلنا على الموقع الاول وهنعمل اثبات سحب اثناء الفيديو معاكم النهارده. طريقه التسجيل في الموقع، بتخش اللينك اللي في الديسكريبشن تحت، وبعد كده تنقل الصفحه للانجليزي، لان انت لو عملتها بالروسي مش هتفهم اي حاجه خالص. وبعد كده تيجي عند كلمه ريجستريشن من هنا، وتملى البيانات اللي مكتوبه قدامك اللي هو اليوزر نيم هنا يا شباب، وبعد كده الايميل، وبعد كده الباسورد، وتعمل صح، وبعد كده تحل الكابتشا وكرييت اكونت. عشان ناس كتير بتتلخبط، الناس اللي حابه ان هي بقى تيجي تسجل دخول في الموقع من جديد، بتسجل في الخانه اللي هي اوثورايزيشن ديت يا جماعه، لان هم هنا مش كاتبينها لوج ان، لا هم كاتبينها اوثورايزيشن. لما بتدوس عليها كده هتلاقي فتح لك الصفحه ديت بتاعه تسجيل الدخول في الموقع. بعد تسجيل دخول الموقع بتبقى دي واجهته يا جماعه، واجهه بسيطه جدا ومش احترافيه، ولكن بسيطه وسهله الاستخدام. طيب ايه طرق الربح من الموقع يا معلم؟ طرق الربح من الموقع بسيطه جدا. اول حاجه اللي هي النقر على الاعلانات عن طريق كلمه سيرفنج ديت، وبتبدا بقى ان انت تدوس على الاعلانات، وكل اعلان بيديك مبلغ معين. اقصى اعلان انا عملته كان اعلان ب 20 سنت من الروبل، وانا ظاهر لي اهو اعلانين يا شباب، هوريك بس دلوقتي بتعمل اعلانات ازاي. بتبدا ان انت تخش هنا على الاعلان، بيفتح لك صفحه اهو زي ما انت شايف، والمؤقت بيعد تحت اهو عدد الثواني المفروض ان انت تنتظرها. بعد كده بيجيب لك كابتشا المفروض ان انت بتحلها، يعني 8 ناقص 5 هيطلع 3، فهبدا ان انا اختار 3 من هنا، وبكده ضاف لي الفلوس يا معلم. ولو رجعت للسايت تاني وعملت ريفرش هلاقي الفلوس بتاعتي اتضافت وزادت اهو يا شباب. فالنقر على الاعلانات سهل جدا وفكرته بسيطه جدا. تاني واهم حاجه يا جماعه، وهي التاسكات اللي هي بتشبه سيوس برنت، وبتشبه سوك بابليك، وبتشبه طبعا تولوكا وغيرها من المواقع. هنا التاسكات سعرها ممكن يكون قليل حبه، ولكن كتيره والحمد لله. يعني في كذا بيج اهي تحت يا جماعه كلها مليانه تاسكات مختلفه، والتاسكات الخاصه بالساين اب هي اكتر تاسكات بتديك فلوس، ولكن للاسف طبعا بيبقى شغلها اصعب حبه. يعني زي ما انت شايف اهو ان انت تخش هنا على جروب تليجرام. لو دخلت انا على المهمه ديت، المهمه ديت سهله جدا بكل بساطه، بيقول لك خش على جروب التليجرام وهتاخد يا معلم ال 60 سنت دول من روبل، والدنيا تبقى معاك تمام تمام. هبدا ان انا ادوس على كلمه بيرفورم اتاسك من هنا، هيفتح لي الصفحه ديت يا جماعه اللي هي فيها المفروض هرفع الاثباتات واعمل كل حاجه. فبكل بساطه يا معلم هبدا ان انا اخش على لينك التليجرام اهو اللي مطلوب مني ان انا اخش واعمله. نخلي بالنا ان في خانه هنا اسمها التاسك ديسكريبشن، دي الخانه اللي فيها بيقول لك ان انت تعمل ايه بالظبط، والخانه بتاعت وات يو نيد تو سند ديت هي الخانه بتاعت الاثباتات يا جماعه. يعني هنا بيقول لك في الاثبات هو محتاج منك سكرين شوت ان انت عملت المهمه، ومحتاج منك النيك نيم بتاع التليجرام بتاعك، يعني اللي هو اليوزر نيم بتاعك في التليجرام. فانا هعمل معاكم المهمه اهو يا شباب بكل بساطه، هبدا ان انا اعملها. كده انا خلاص خلصت اهو المهمه، هبدا ان انا يا معلم اخد سكرين ليها كده على طول، وبعدها هبدا ان انا ايه احط له يوزر نيم واحط له السكرين دول زي ما هتشوفوا معايا. هبدا ان انا اجي اهو احط له السكرين من هنا اهو زي ما انتم شايفين، وبعدها هبدا ان انا يا معلم احط له اليوزر نيم بتاع التليجرام. بعدها ببدا ان انا ادوس فينش اكسكيوشن من هنا، وبعدها بيقول لي تمام التاسك بتاعك كده زي الفل واتبعت. هياخد فتره طبعا عشان يحصل له ريفيو، وبعد كده يضيفوا لي الفلوس بتاعتي. ولو دخلت على التاسكات تاني وجيت عند كلمه ماي تاسكس من هنا، هلاقي التاسكات اللي انا عملتها يا معلم. فزي ما انت شايف في تاسكين انا عاملهم قبل كده كانوا تاسك
التاسك بتاع الانستجرام وتاسك تاني بتاع تليجرام برضو، وادي التاسك التالت اهو اللي احنا عاملينه مع بعضينا اثناء الفيديو. الخانه الثالثه للربح من الموقع وهي الاوفرز، دي عباره عن سيرفيز استطلاعات بتبدا ان انت تعملها وبتملى فيها بروفايل ويبدا ان هو يعرض لك الاستطلاعات ديت يا معلم وبتاخد الفلوس بتاعتها، ولكن اسعارها عاليه هي زي ما انت ما شايف. يعني في استبيانات ب 40 روبل، ب 66 روبل، ب 135 روبل. يا جماعه دي روبل مش دولار. فانت بعد ما بتملى البروفايل وبتبدا ان انت بقى تطبق نفس الخطوات بتاعت الاستطلاعات، ولكن الموقع دوت صعب جدا ان انت تكسب منه ارباح كويسه من الاستطلاعات او ان الاستطلاع يكمل معاك. فلو عايز تشتغل على الاستطلاعات لازم ان انت ترجع للمواقع اللي احنا شرحناها الخاصه بالاستطلاعات دي، افضل واحسن ان انت تشتغل عليها. الحاجه الرابعه يا جماعه للربح من الموقع هي الربح من مشاهده الفيديوهات. لو دوسنا على كلمه يوتيوب من هنا هيبدا ان هو يديك عدد معين من الفيديوهات يا معلم زي ما انت ما شايف، على سبيل المثال الفيديو اللي قدامك دوت، وبيديك مقابله عدد معين من الروبلز. يعني انا لو اتفرجت على الفيديو دوت لمده 60 ثانيه هتلاقي يا معلم ان هو هيديني 9 سنت من الروبل. طبعا عشان ما اطولش الفيديو مش هفتح حاجه دلوقتي معاكم تاني زياده عن اللي احنا عملناه. اخر طريقه للربح من الموقع يا جماعه وهي عن طريق الشورت لينكز، زيها بالظبط زي اللينكات المختصره. بتبدا ان انت تخش هنا على اللينك من دول وبتاخد السعر المكتوب. يعني على سبيل المثال اللي هي المهمه ديت، لو انا قمت داخل كده ودوست جو هبدا ان انا اخلص يا جماعه اللينك المختصر اللي فيها بنفس الطريقه. طبعا ان انا باخد هنا البتاع ده كوبي كده وببدا ان انا افتحه وببدا ان انا اخش في السايت اللي هو قايل لي عليه يا معلم، وببدا ان انا انزل تحت كده للاخر وادوس كونتينيو وابدا ان ادوس كونتينيو تاني ويعد ال 60 ثانيه زي ما انا ما شفت ووريتك في الطريقه بتاعه التطبيق في نيكس فوسيت. فهنا الموقع دوت هتطبق نفس الشرح اللي احنا كنا قايلينه في نيكس فوسيت، ولكن طبعا هنا مش هحتاج منك ولا ايداع ولا اي حاجه، في كود هيظهر لك هتبدا ان انت تاخده وتحطه ويبقى انت كده اختصرت اللينك يا معلم. ولكن انا طبعا اختصارا للوقت مش هعمل الكلام دوت. اخيرا وليس اخيرا الاحالات والبونص بتاعها. نظام الاحالات هنا تعبان قوي، ان على كل شخص انت بتجيبه بتاخد 5% من الايداع اللي هو بيعمله في الموقع ده لو هو هينشر اعلانات، ولكن لو هو بيكسب من الموقع وبيسحب فلوسه فانت هتكسب 10% بس. يعني لو واحد عمل ايداع ب 100 روبل انت هتاخد 5 روبل بس، ولكن لو كسب من الموقع 100 روبل فانت هتكسب 10 روبل بس. طبعا في بونص بيتعمل للناس اللي بتشتغل اكتر على الموقع. لو جيت على كلمه بونص من هنا هتلاقي نفسك ان انت في قائمه طويله كده بالناس اللي شغاله على الموقع وبتاخد البونص. في حاجه اسمها كويستس يا جماعه، كويستس ديت عباره عن مهام بتعملها. المهام ديت عباره ان انت بتجيب احالات معينه، لما بتجيبها للموقع بتكسب بونص معين. اخيرا بقى وليس اخيرا السحب يا جماعه عن طريق كلمه باي اوت من هنا. هنبدا ان احنا نسحب الفلوس بتاعتنا. زي ما انتم شايفين الحد الادنى للسحب هو 2 روبل على البير، ولكنك عندك اكتر من طريقه، عندك اوف كاش، ويب ماني، عندك الفيزا، عندك بيرفكت ماني، عندك كل طرق السحب الممكنه يا شباب. ولكن احنا دلوقتي عشان معانا 4 روبل بس هنسحب على البير، واحنا كده كده بنفضل نسحب على البير. العموله بتبقى 6% بس يا شباب من المبلغ اللي انت هتسحبه. ضروري ان احنا نحط بين كود للسحب، فهنيجي عند كلمه بين كود سيتنج من هنا وابدا ان ادوس على كلمه ذا سيتنج وهيفتح لي الصفحه ديت. هبدا ان انا اترجمها كده، هبدا ان انا احط 4 ارقام للسحب يا شباب. انا على سبيل المثال مخليهم 1 2 3 4 وابدا ان انا ادوس سيف بين كود من هنا. بيقول لي تمام البين كود بتاعك اتحط وزي الفل. هبدا ان انا اجي البي اوت تاني من هنا وابدا ان انا اختار البير، فهدوس على كلمه سيتنج من هنا. هيبدا ان هو يحولني للمكان اللي هحط فيه المحفظه بتاعتي يا شباب. هبدا ان انا اخد المحفظه بتاعتي من هنا كوبي وابدا ان انا احطها له تمام زي الفل. هبدا بعديها ان انا اجي عند كلمه ريكوست كود وابدا ان انا ادوس عليها. هيتبعت لي كود كده على الايميل اللي انا مسجل بيه في الموقع. هبدا ان انا احطه هنا زي ما انتم شايفين واحط تاني محفظه البير بتاعتي تمام. بعدها هبدا ان انا ادوس على كلمه سيف وولتس من هنا. هتلاقي ان هو بيقول لي ضن اهو يا جماعه والمحفظه بتاعتي كده اتسيبت. هاجي تاني عند خانه البي اوت يا جماعه اللي احنا كنا فيها من هنا تحت اهي. تمام كده كل حاجه تمام تمام، والمحفظه بتاعت البير بتاعتي اتسجلت، ونفس الكلام هينطبق طبعا على كل المحافظ التانيه. هبدا ان انا طبعا احط الكود تاني اللي انا عامله بتاع السحب وابدا ان انا ادوس على كلمه هنا ريكوست بايمنت، او لو ترجمتها كده للعربي هلاقي كلمه ويزدرو. تمام اهو زي ما انت شايف بيقول لي تم السحب يا جماعه. ولو ترجمنا الصفحه كده هتلاقي بيقول لي ماني هاف بين سند سكسسفولي. هبدا ان ادوس اوكي. المفروض كده ان الفلوس وصلتني، لان السحب هنا بيبدا من اول 10 دقائق لغايه 24 ساعه بحد اقصى. لو دخلت على المحفظه بتاعتي هلاقي 6455 من الروبل بتاعي. هبدا ان انا اعمل ريفرش معاكم كده يا شباب هلاقي الفلوس زادت اهي قدامك. ولو دخلت على الهيستوري من هنا هتلاقي ان انا وصلني 3 روبل بوينت 87 من سنت من الروبل. فالفلوس وصلتني فوريا زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه، من غير ولا ايداع ومن غير اي حاجه ومن غير ولا احاله. انا الاحالات معايا زيرو زي ما انت ما شايف. يعني لو دخلت لك على خانه الاحالات هتلاقي ان انا معيش ولا احاله ولا معايا اي حاجه خالص اهو زي ما انت شايف، كله صفر 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 اهو، عشان بس الناس اللي بتتحجج وتقول لك احالات وايداع والكلام الفاضي دوت. ولو دخلت على البروفايل برضو هوريك ان انا عامل الفلوس ديت عن طريق 49 لينك انا ضغطتهم، وعن طريق تاسك واحد او تاسكين انا عملتهم يا شباب. حاجه تخلص كده في ربع ساعه نص ساعه بحد اقصى. انت طبعا عقبال ما تتعود على الموقع هتلاقي نفسك عملت الاربعه روبل دول في نص ساعه عادي. الموقع فيه طرق كتير للربح زي ما شرحنا لكم، خصوصا ان الموقع مليان تاسكات كتير ومليان شغل كتير يا جماعه، فتقدر تحقق منه ارباح كويسه. طبعا لو مش عاجبك الموقع دوت تقدر ان انت تخش وتتفرج على المواقع التانيه اللي احنا مقدمينها في القناه وشوف اللي يناسبك واشتغل عليه. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك المتين بتاعك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.